شارك وزير البترول طارق الملا في فعاليات جلسة التوصيات الختامية للمرصد المتوسطي للطاقة بعنوان مكافحة المخلفات البلاستيكية، أهداف وابتكارات وحلول الوصول لصفر مخلفات، نظرة متعمقة في منطقتي البحر والمتوسط وجنوب شرق آسيا ودول الجزر الصغيرة النامية. وفي كلمته لفت الملا إلى أن الوزارة تقوم كجزء من الخطة الاستراتيجية القومية للبتروكيماويات بالعمل على تنفيذ مشروعين بارزين مهمين لتحقيق هدف مصر لخفض استخدام الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهما إنتاج البولي لاكتيك أسيد واستخدام نفايات البلاستيك لاستخدامها في إنتاج الإيثيلين الأخضر، مما يغلق الحلقة في نفايات البلاستيك التي لا يمكن التخلص منها.